بيقول كده فاينلي أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة، إن كان مدح، ففي هذه افتكر. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا فعلوا. وإله السلام يكون معكم. ثم أني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر بالزين، يعني ظهور فلاور، قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستبدل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أجبع وأن أجوع، أن أستبدل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. غير أنكم فعلتم حسنا إذا اشتركتم في ضيقتي. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفلبيون أنه في بداية الإنجيل لما خرجت من مقدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أفروديتوس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ولله وأبينا المجد إلى ظهر الظاهرين أمين. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. سلم عليكم الإخوة الذين معي. سلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. كتبت إلى أهل فيليبي من روميا على يد أبفروديتس. ماي كويستشن هيبقى قولوا لي الأفعال اللي بولس بينسبها لنفسه. هنبص له كرول موديل، هنبص له كشخص عايش كارث صح، عايش مسيحي صح، عايش ملح للأرض. في على الأقل 7 أفعال قالهم على نفسه، كل فعل منهم يستحق التلمذة. يعني عاوزين نتعلم منك يا بولس الكلمة دي، الفيرب ده. قول يا مايكل ورا. تدربت. في آية من الآيات هنا في 12 يقول كل حاجة تدربت. يبقى القديس بولس ما كانش في يوم وليلة قديس. He was a man of exercise. كان دايما يدرب نفسه. يدرب نفسه على الصيام، دربت أجواه. يدرب نفسه إنه يسيب شوية، يعني يستفضل. ياخد كفايته ويسيب الباقي. يدرب نفسه إنه يعيش في سجن مبسوط. فيعني بيتدرب. يبقى فكرة التدريب دي فكرة أساسية في المسيحية. الحكاية مش بتيجي في يوم وليلة. تفضل ورا خالص. أيوة. علي صوتك. أنا عاوز بس فعل مكتوب هنا. ممكن تقول أكون مكتفيا. أشكرك. مكتفيا. القناعة إن هو اتعود، رغم إنه كان غني على فكرة قبل كده وخسر الغنى، لكن هو اتعود يبقى راضي ومكتفي أيا كانت الظروف. في سجن راضي، في مركب راضي، بيكرز مبسوط، الناس بتحبه وناس بتكرهه مش فارقة. سمير ورا. أنا عاوز الفعل يا جماعة بلوز. أستطيع. أستطيع. ادوني الفيرب نفسه وبعدين كومنت. فكرة أستطيع إن ما فيش حاجة تقف قدامه إلا he's like a challenger برضه. يعني هو ما بيسيبش حاجة يقول مستحيل، ما عندوش مستحيل. هقدر بنعمة ربنا، هقدر أفرح جوه السجن. هو هنا ما كانش بيتكلم على معجزات على فكرة. لو خدتوا بالكم من النص هو بيقول أنا أقدر أتكيف، أستطيع، هعيش مع الوجع، هعيش مع الذل، هعيش مع السجن وأبقى مبسوط كمان. إيه تاني نتعلمه من بولس في النص ده؟ تفضلي. ها؟ فرحت. إنه بيعرف يفرح بحاجات بسيطة. بعتوله عيش وحلاوة على السجن بقى مبسوط.
وبعدين يقول أنا ما فرحتش بالهدية، فرحت بيكم، فرحت بمحبتكم. إذن هو شخص بيعرف يفرح بمحبة الناس، شخص طبيعي. تفضل. أنقص يعني لو الدنيا ناقصة أنا عادي، حتة أن أنا تكيفت مع النقص. عارفين النقص دايما يخلي الواحد قلقان، ما عنديش أكل، ما عنديش فلوس. هنا النقص ما كانش عامل له مشكلة، فبيقول أنا اتعودت، تكيفت. تفضلي. نعم. أعرف أن أتضع. أتضع هنا بمعنى أتزل، يعني حتى لو جالي وقت بتزل أنا ما بديش، بفضل ماسك في ربنا برضو. إيه تاني بولس قاله عن نفسه؟ هو بيكلم ولاده، مش بيفتخر، بس هو عاوز يقول لهم ما تبعتوش تاني لأني أنا كويس، أنا في السجن مبسوط. وكان غرضه من الكلام تكتر خيركم، ما تبعتوش حاجة تاني. تعلمت. الرجل ده رغم أنه قمة روحية وبيشوف المسيح بعينيه لسه بيتعلم. تعلمت وتدربت. إيه تاني؟ تفضلي. تاني. سلمتهم. يعني كلمة تسلمتموه، إن هو كان حريص يسلم ولاده كل حاجة، العقيدة والحياة والمبادئ الروحية، كان مهتم قوي بالتسليم. أطلب الثمر. شخص دايما مركز على النتائج، الناس بتتغير ولا لا، بتتوب ولا لا، بقوا خدام حلوين ولا لا. وعلى فكرة دايما حتى في العلم دلوقتي يقولك evaluation by results، احنا في لغتنا نسميها evaluation by fruits. ما تقوليش بقى انت صليت ولا، وريني الفروت، النتيجة ايه؟ تحب الناس اكتر؟ كسبت الناس لربنا؟ هو ده المحك. تفضلي. ها طبعا عنده ثقة عالية زي ما اتقالت، استطيع. في verbs تانية ما علقتوش عليها. تفضل. رأيتموه فيا، تؤكد ان هو مش بيوعظ بس، هو الراجل ده بيعيش اللي بيقوله طول الوقت، عشان كده بيقول اللي شفتوه فيا. اللي شفتوه فيا ده معناه انه عايش اللي بيقوله. عدد 9. ها. استوفيت. دي كلمة جميلة قوي. استوفيت يعني انا زي اكتفيت، انا مش ناقصني حاجة ابدا، انا مبسوط مش عاوز ولا حاجة. فاستوفيت دي كلمة جميلة مع راجل عجوز مسجون في ظروف قاسية. It's not easy. ده معناه انه جواه مش ناقصه حاجة. تفضل. استفضل دي معناها انه دايما بيوزع من اللي عنده رغم انه هو في ظروف قاسية، متعود يعمل كده. تفضل. أقول. أقول يعني زي ما تقولوا عنده شعارات داخلية بتحركه، فمش بيقول من جهة احتياج لكن بيقول أستطيع كل شيء. فهو عنده أقوال كده أو معاني جواه بتحركه. تفضلي. أشبع. طبعا شبعان بربنا مش شبعان بالأكل، لكن هو مقصود بيها كل الظروف أنا مبسوط وعايش مع ربنا. تفضل. الثمر، انه عينه على الثمر، المتكاسر لحسابهم. لما هم عملوا خير كان بيقول لهم انا مبسوط بيكوا عشان انتوا كسبتوا خير، لكن هو مش فارق معاه الهديه اللي جت. برافو. ان هو بيعتبرهم شركائه، كونهم بيتألموا هم كمان في بلادهم اداهم كرامه، او هنا في تشجيع عالي انه بيشارك ولاده في مكانته. مايكل. طبعا مبدأ انه اعملوا كل حاجة صح، كل ما هو حق وجليل وعادل وطاهر، يعني يعيشوا في الجو اللي ما فيهوش غلط، فكروا في الحاجات. اوكي. الرسالة ممتعة في رأيي، تحتاج نقراها تاني انجليش ونقراها عربي ونطلع طب نعمل ايه عشان نبقى فرحانين، طب نعمل ايه عشان نبقى كارزين. الرسالة دي بتجاوب، بتقول تقدر تعيش فرحان وتقدر تبقى ملح للأرض. دول سؤالين مهمين، فلو عشت على الرسالة دي وذكرتها كويس هتلاقي نفسك فرحان وكمان ليك رسالة. يعني لو طفل متضايق ممكن يطلع في الهواء عشان ما يبقاش متعذب، حرام.
طيب هاخذ موضوع ثاني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في سلسله انتم ملح الارض استوقفني كلمه جت في سفر القضاء: جيل اخر لم يعرف الرب. كان اول مره اخذ بالي من الكلمه دي او من another generation who did not know the Lord. تعالوا نقرا النص كده. صرف يشوع الشعب. يشوع ده مكانه ايه في التاريخ؟ تعالوا راجع معاكم كده. عندنا ادم، بعديه بشويه نوح، بعديه بشويه ابراهيم، بعديه اسحاق، يعقوب، يوسف، بعدين دخلنا مصر. جه موسى طلعنا من مصر، بقينا في سيناء، موسى مات، يشوع استلم. يشوع هيدخل الشعب كنعان ويوزع الشغل. بعد يشوع جه زمن اسمه القضاء. احنا في الحته دي. صرف يشوع الشعب بعد ما ودعهم، وكان يشوع خلاص كبر وبيسلم يعني. ذهب بنو اسرائيل كل واحد الى ملكه لاجل امتلاك الارض، وعبد الشعب الرب كل ايام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت ايامهم الغرامه. لو سمحتم وحد يساعدها تطفي الموبايل بليز. طب اتاكدي انها مطفي لو سمحتي. بليز اتاكدي انه مطفي. اطفي الموبايل بليز، اصله هيرن تاني. حد يعمله سايلنت. ثانك يو ديفيد. معلش. الذين طالت ايامهم بعد يشوع، الذين راوا كل عمل الرب العظيم الذي عمل لاسرائيل. ومات يشوع ابن نون عبد الرب ابن 110 سنه، عقبالكم يعني، اقصد عمر طويل ليكم يعني. فدفنوه في تخم ملكه في تمنه حارس في جبل افرام شمالي جبل في كلمه ناقص. اوكي. وكل ذلك الجيل انضم الى ابائه. وقام بعدهم، هو ده اللي انا عاوز اتكلم، جيل اخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لاسرائيل. وفعل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب، وعبدوا البعليم، وتركوا الرب اله ابائهم الذي اخرجهم من ارض مصر، وصاروا وراء الهه اخرى من الهه الشعوب الذين حولهم، وسجدوا لها واغاظوا الرب. بصراحه لما بسافر بره بيبقى في قبضه كده جوايا، ان في بلاد لما كنا صغيرين كنا نسمع عنها انها بلاد مسيحيه، بما فيها استراليا واوروبا وامريكا. من 30-40 سنه كان دي معلوماتنا، ما كناش نعرف ايه البلاد دي شكلها ايه، بس كانوا يقولوا لنا دي بلاد مسيحيه. إذت هي دلوقتي بلاد مسيحيه؟ جيل اخر لم يعرف الرب، دي كلمة تخوف. بعد فترة معجزات وفي موسى وفي يشوع، بعدين يطلع عيالهم ما يعرفوش ربنا. هو ده ممكن يحصل؟ ممكن. هو ده ممكن يحصل لنا؟ ممكن. وعشان كده الموضوع فكرت فيه، إذا ما عملناش دورنا هيطلع جيل لا يعرف الرب. لأن دينا شايفين بلاد كاملة كانت معروفة انها مسيحيه، وكان الكود او الكونستيتيوشن الدستور بتاعها محطوط على اساس الانجيل، وكان رئيس الدوله يعني يصلي قبل ما يتكلم. دي بلاد حقيقيه، ده تاريخ حقيقي. فاقل من 70-80 سنه شفنا العالم بيتغير خالص، والبلاد دي ما تقدرش تقول عليها بلاد مسيحيه خلاص، مش كده؟ طيب يبقى احنا لازم نخاف، وده اللي عاوز اكلمكم فيه. زمن القضاء يبدأ بيشوع وينتهي بصمويل. حتة تاريخية تقريبا من 1450 قبل الميلاد ل 1100 قبل الميلاد، من 350-400 سنة قبل داود. داود افتكروه برقم 1000، داود يعتبر 1000 قبل المسيح، صمويل قبل داود. إذن في زمن كده، الزمن ده كان وحش قوي، اللي بعد موسى ويشوع زمن القضاء من أسوأ فترات الانحراف عند شعب إسرائيل. كلهم تقريبا عبدوا الأوثان، كان يطلع كل شوية واحد يرجعهم لربنا، وأول ما يموت يرجعوا للأوثان تاني. ده زمن القضاء. حينما أقام الرب لهم قضاء، كان الرب مع القاضي. القاضي بمعنى قائد على فكرة. خدوا كلمة قاضي في الكتاب
مش جادج، هي أساسا ليدر، معناها الأساسي he's kind of a leader، فهو بيسوقهم عشان يطلعوا برا الوثنية وينصرهم، لكن مجرد ما كان يموت خلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضي، لأن الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم، وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من أبائهم. بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها لم يكفوا عن أفعالهم وطريقهم القاسية، فحمى غضب الرب على إسرائيل وقال: من أجل أن هذا الشعب تعدوا عهدي الذي أوصيت به أبائهم ولم يسمعوا لصوتي. وهكذا. إذن أنا هقف عند الكلمة دي. في تلك الأيام لم يكن ملك، بصنا رحت القضاء تأخر شوية، كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. علامة أن الجيل ما يعرفش ربنا أن كل واحد يطلع أخلاق على مزاجه، وإحنا داخلين في هذا الزمان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه، ما عادش في صح وغلط، ما تقدرش تقول right or wrong، ما تقدرش تقول. النهاردة أنتوا في بلد خايفين تتكلموا في حاجات طول عمرنا شايفينها غلط. إيه الحكاية؟ ما يحسن في عينيه. Everyone did what was right in his own eyes. تاني تكررت نفس الكلمة في نفس السفر، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. إذن دي الصين اللي تقولك إحنا في زمن وحش، لما تلاقي كل واحد بيعمل اللي هو شايفه ويعلن أنه صح وينشره وينزله على الميديا على أنه اللي بيعمله ده هو الصح، وما حدش يقدر يقول له ده غلط، يبقى احنا في مرحلة خوف. انحرافات القضاء. عاوز أوريكم أن حتى اللي اختيروا كليدرز بسبب الفساد العام كان عندهم أفكار غلط. يعني لما تبصوا على شمشون، في ناس منكم تقول هو شمشون ده ازاي ربنا اختاره؟ ده تلات ارباع حياته ماشي في زنا، يعني ازاي ده يكون بتاع ربنا؟ هو تاب في الاخر، لكن هي وازنت بيرفكت خالص. مثلا قصه تانيه، جدعون ده كان جدع، خلص الناس وانقذهم في معركه كويسه، لكن جدعون عمل تصرف في اخر حياته مش بتاع بلاد ربنا. قالوا له خليك بقى انت الرئيس بتاعنا، قال لهم لا انا مش عاوز ابقى رئيس، اقول لكم حاجه، ادوني كل واحد اقراض غنيمته، لانه كان لهم اقراض ذهب، لانه كان كتير منهم مختلطين بالاسماعيليين. قالوا له طب خد وزن الذهب مش عارف ايه، وعمل منه، فاكرين لما هارون عمل عجل ذهبي حاجه شبه كده. بقى يا جدعون بعد ما تشتغل مع ربنا تعمل افود وتحطه وزنى كل اسرائيل وراءه، هو دايما الوثنية تيجي معها زنا. في زمن جدعون يحصل كده؟ إذن حتى هؤلاء الليدرز لأنه ما كانش الجو نقي متأثرين بشوية أفكار غلط. يربعل مثلا، يربعل ده كان واحد من القضاء على فكرة، اللي هو جدعون برضو في الأصل، يعني جاب 70 واحد، وكان له سرية اللي هي يعني مش زوجة، وجاب منها أبي مالك، يعني كان له علاقات بره الجواز. الواحد يستغرب، يا رب ده شخص اشتغلت بيه، ما هو مفيش حد عادل، فربنا بيدور على الاقل سوءا يعني في الزمن ده. طبعا لما تروحوا الواحد بقى زي ابي مالك ده مع انه محسوب من القضاء، قتل 70 أخ عشان يستفرد بالقياده، يا رب ده هيتحط في القضاء؟ يعني الواحد بيستغرب القصص دي. عشان كده في ناس تقرا السفر ده يتلخبطوا، ايه ده يا رب ده؟ الناس اللي بتشتغل بيهم سيرتهم مش حلوه، اهو الزمن كله وحش، هم عندهم شويه ايمان في ربنا ومسؤوليه عن الناس، لكن السلوكيات للاسف فيها انحرافات مش قليله. طبعا ابي مالك في الاخر انتهى نهايه وحشه، لأنه عمل مذبحة لإخواته في مكملش كم سنة. يفتح بقى واحد تاني، يفتح ده عمل حاجة غريبة جدا، ندر ما يمشيش خالص مع الشريعة اليهودية. الشريعة اليهودية تمنع تقديم ذبائح بشرية، الشريعة اليهودية بتقول اللي يقدم إنسان كذبيحة
يعدم يرجم، لأن الذبيحة دي مجرد حيوان بتقدمه ذبيحة ربنا إشارة للمسيح. أم يفتح قال لك أول واحد هقابله هقدمه ذبيحة، اتكلم على بني آدمين، طلعت بنته أم قدمها. التصرف ده غير روحي بالمرة وغير سليم، لن ندر صح ولا تنفيذه كان صح، بس في الزمن بتاع القضاء الدماغ ملخبطة. ربنا يحمينا، لأنه نقاوة التعليم مهمة قوي، سلامة التعليم. عشان كده اللي أنقذ الأجيال دي كلها صمويل، على فكرة صمويل له كرامة كبيرة قوي في الكتاب. يعني صمويل ده رجع التقوى، رجع الشريعة، علم الناس الصح. بعد 400 سنة الناس مش عارفة الصح، حتى الليدرز يعني نص ليدرز كده يعملوا مأمورية بس هم نفسهم تلاقيش فيهم واحد كده على القيمة 10 من 10. يعني مش عاوز أدخلكم في حكايات كتير، لكن يفتح نفسه عمل معركة داخلية بين صبطين، بين منسة وبين إفرايم، فوقع اليهود في بعض، لأنه جمع يفتح كل رجال جلعاد وحارب إفرايم. إفرايم دول إخواته، يعني يهود زيه. ده كل دي مخالفات وأخطاء كبيرة بسبب. طبعا شمشون قصة بقى، بداية القصة يروح لأبوه يقول له أنا عاوز أتجوز دي، يا حبيبي دي مش بتعبد أوثان، قال له أنا عاوزها بقى. وأبوه كان غلبان خطبها له، وبعد شوية راحت لواحد تاني فعمل مذبحة للفلسطينيين وقع معاهم. طب يا رب مش باين إن شمشون ده يطلع منه حاجة عدلة يعني. وبعدين تنتهي القصة بدليلة، كلكم فاكرين حكايات دليلة اللي لعبت بيه وضحكت عليه، لأنه برضو ماشي ورا جسده. الناس ساعات تقول طب شمشون ده ربنا اشتغل بيه، اشتغل بيه، رحمتك يا رب واسعة، لكن مش هو ده الشكل الطبيعي للخادم المظبوط. نهاية سفر القضاء بقى نهاية مأساوية خالص. اللي يقرأ آخر 3 أصحاحات من سفر القضاء يتخض. ليه؟ بقى قلت كاهن يهودي بيستخدم كاهن وثني على طول. أي كاهن يهودي يتعاملوا مع أنت مش بتفهم في الكهنوت، تعال اشتغل للأوثان. فلأن مش لاقيين ياكلوا ماشي. كله كويس، عارفين كله كويس دي؟ ضيعت الدنيا خالص. فهنا تلاحظوا أنه كان في إيه؟ كان في تمثال منحوت وبتاعه، وبعدين كان في كاهن لصبط والعشيرة. فقالوا له لا تيجي تشتغل معانا، وحكاية مأساوية توريكوا قد إيه الفساد زاد والناس بقت ماشية غلط وكل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. أنا طلعكم الحكاية دي، الواحد يسأل طب ليه يا رب؟ ليه شعبك اللي فديته على يد موسى، اللي عدى البحر، اللي شاف النور بتاع السحابة، اللي كان المن، اللي غلب عماليق، تبقى نهايته كده؟ ليه وصلوا لكده؟ ده سؤال مهم، عشان احنا مش عاوزين نوصل لكده. وطبعا حصل في اخر القضاء مذبحة كاد صبط كامل يباد. انا ضمنيا بحكي لكم سفر القضاء على بعضه. صبط بنيامين كاد يباد، لان ال11 صبط حاربوا بنيامين، لان بنيامين عمل تجاوزات فظيعة جدا. فابتدوا يفوقوا بقى ان هم عمالين ايه يخسروا، بيخسروا بالصبط بقى. فكده الشعب بينهار خالص لما بعد عن ربنا. عشان كده في آخر السفر ابتدت صيحة كده إيه، ابتدوا يصلوا، رفعوا صوتهم وبكوا وقالوا لماذا يا رب؟ ليه حصل لنا كده؟ ليه وصلنا للمنظر الصعب ده؟ واتمنى أن أوروبا وبلاد كتيرة تقول كده، ليه تبهدلنا البهدلة دي؟ ليه اللخبطة وصلت لكده؟ عشان بعدوا عن ربنا. حتى يفقد اليوم من إسرائيل صبت، وأول مرة رجعوا المذبح بقى، يعني مذبح لربنا بقى، ابتدوا يفكروا يرجعوا يتوبوا تاني. بينما الجو فاسد كده، في نفس الوقت ده كان في قصة حلوة قوي بتحصل. عارفين قصة ايه؟ قصة رعوس. رعوس كانت في وقت القضاء، يورينا بقى ان وسط الضلمة دايما في نور، ويبقى في جيل فاسد لك يطلع نوح كده. في كل حتة دايما يبقى في شاهد للمسيح. حدث في أيام حكم القضاء صار جوع، راح راجل من بيت لحم يهوذا اتغرب في بلاد مؤاب، وانتوا عارفين الحكاية. في الآخر الراجل ده مات، وكمان ولاده الاتنين ماتوا، فساب نعمة
مراته والبنتين اللي اتجوزوا عياله. ومن هنا بدأت قصة رعوز. بس هنا نلاقي قصة مثالية بقى، ما تحط جو سفر القضاة وتحط نعمة ورعوز تحس انك رحت زمن تاني، لأن نعمة ورعوز قصة حب مثالي بين واحدة وأمها، واحدة وحماتها، وفي الآخر المسيح حب يجي من العيلة دي. نعمة بقت جدته ورعوز بقت جدته كمان. يبقى أول قاعدة أحبائي، لما نلاقي الدنيا مظلمة كده، لأن كتير لما بسافر بحس إن الناس مكتئبة من كتر الشر اللي بيزيد حواليها. لسه واحدة بتقول لي في بلد من البلاد، يا ابونا الشغل كله شياطين. بدخل الشغل بحس إنه دي عايشة مع واحدة بعلاقة غريبة، وده متجوز خمسة قبل كده، وده بيسرق ومحدش قادر يحاسبه، وده فبتقول لي أنا عايشة كأني في عصابة. حتى في الجو الصعب ده الله لا يترك نفسه بلا شاهد. ربنا بينور، بيبعت ناس حلوة في كل زمن مهما كان صعب. الآية دي جت في أعمال 14، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. إذن دي قاعدة كده اتقالت في الأعمال، لا يترك نفسه بلا شاهد. في كل زمن بيحصل شهادة للمسيح. مثلا قصة شمشون، على قد ما أنا ساعات بزعل من شمشون ده وأحسه يعني كسفنا، إنما مثلا أمه ست طيبة جدا وقديسة وشافت المسيح بعينها، وطيبت الدنيا زي القديسات اللي هم ايه اميين سذج كده. فاكرين الحكاية لما جالها ملاك الرب وبعدين قال لها خلاص هتولدي، فراحت لجوزها قال لها ايه اللي بتقولي ده، لو جه ما يكلمني انا. فمت رجعت ربنا تقول له الراجل عاوزك انت تكلمه، فجالها تاني عشان يقنع جوزها، وبعدين اختفى. فمنوح قال احنا شفنا ربنا يبقى هنموت. هي عملت نصحة تقول له واحنا يعني هنموت ازاي اذا كنت انا هجيب عيل. فتحس قاعد مع ست من البلاد القروية البسيطة لكن ايمانها يهز جبال. اذا حتى في الحالات الصعبة دي في قديسات، ودي رسالة معزية انه ممكن تبقى ام قديسة لكن ابنها يتلخبط شوية بس رجع في الآخر. شمشون تاب وتحسن من القديسين، فأمه ست عظيمة جدا وقديسة لأنها شافت المسيح مرتين. نعمة ورعوز، قالت النساء لنعمة في آخر السفر، مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل. لما جابت بقى رعوز بيبي من بوعز في آخر القصة خالص، بقوا يباركوا لها، يقولوا لها بعد قصة ألام، بعد ما فقدتي ثلاث رجالة ودقت الذل كله، في الآخر نعمة تبقى شايلة طفل كجدة من رعوس اللي هي ما كانتش بنتها. فكأنه ايه ده، ازاي ربنا عملها كده؟ يبقى في برضو تدخل إلهي رغم كل الظروف. تأتي أم صمويل بقى تتوج، ده عيد الأم بقى كلهم ستات. أم صمويل دي بقى قمة من القمم، حنة دي، لأنه برضو في زمن عندها يعني تعبانة ما عندهاش عيال، والتانية بتغيظها، وجوزها راجل طيب يقول لها ده انت احسن من 10 عيال، وبيشجعها تشجيع حلو، كان هي صعب عليها. دخلت صلت صلاة مش موجود زيها بقى. العدرا نقل عنها على فكرة، العدرا واخدة من كلام أم صمويل لأنها كانت بتحبها، لأن مامة العدرا على اسم أم صمويل، الاتنين اسمهم حنة يعني وهنا. صلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب، أو فرح قلبي بالرب، ارتفع قلبي بالرب، اتسع فم. ده بعد ما استجاب ربنا، لأني ابتهجت بخلاصك، اللي هي بالضبط كلمة العذراء، تبتهج روحي إلهي مخلصك. تاني قاعدة عاوز أقولها لكم، في الزمن اللي تلاقوا الدنيا ملخبطة وضلمة وكئيبة كده، حطوا قاعدة هلك شعبي من عدم المعرفة. يعني أنا ليه حريص على المؤتمرات والوعظات؟ لأنه المعرفة والتعليم هي اللي بتحمي الناس.
مش كفاية بس نعمل أنشطة ونسأل على بعض، لا، احنا لازم نراجع الإنجيل بيقول إيه، ولازم نفكر نفسنا بحق ربنا، ولازم نفتكر القديسين عاشوا إزاي. هي سكة واحدة للسماء ما بتتغيرش. فلما تلاقوا فترات الناس بتضيع، ده لأن الناس بتجهل الحقيقة. ما تدرسوا بقى أمريكا وأستراليا وأوروبا ليه حصل كده، لأنه التعليم بقى مشوه. ده أنا عموما مش بتكلم عن كنيستنا. طب إحنا بنتحارب إن إحنا نسكت عن الحق ونبطل نعلم؟ لا، مش هنبطل، لأنه لو بطلنا الشعب يهلك. اللي قال دي هوشع لما قال هلك شعبي من عدم المعرفة، أنت رفضت المعرفة أرفضك حتى لا تكهن لي. كان الكلام للكهنة، يعني اللي مش هيرضى يعلم التعليم المستقيم هيبقى مرفوض من ربنا. للأسف في زمن القضاء لم يهتم أحد بالتعليم أو العودة للشريعة. تسأل أي يهودي ما يعرفش، احنا بنشوف بلاد كده. أنا كنت في جنوب السودان، بلدي أوريجينالي مسيحية، وده سبب انفصالها عن السودان. اسأل أي واحد جنوبي يعرفش حاجة خالص عن المسيح، ما عندوش إنجيل في بيته، ما فكرش عمره يصلي. أغلب الناس كده، أغلبهم على الأقل. ليه؟ لأن ما كانش في تعليم عشرات السنين. يبقى احنا كنيستنا من جمالها انها كنيسة مهتمة بالتعليم جدا وحريصة عليه. من زمن البابا كيرولوس والبابا شنودة والبابا توادروس، احنا كنيسة حريصة على التعليم، لان التعليم يحمي الناس من حاجات كتير قوي. كمان المصيبة التانية الاختلاط الزائد بالامم، ان الكنيسة تفتح بابها زيادة وتتجوز العالم، تصالح العالم، تتنازل بقى ايه، تمشي حالها يعني. لا، ما هو ده، دي المأساة اللي حصلت في تاريخ العهد القديم. ايه اللي ضيع اليهود؟ انهم اختلطوا بالوثنية. النتيجة النهائية بقى هم وثنيين بس. فعشان كده احنا ما بنختلطش بالعالم زيادة، نحبهم ونخدمهم بس ما نفتحش الباب زيادة. لا، اللي يجي يجي بنظامنا، لكن ما يجيش بما بأفكاره ويفرض نفسه علينا، وإلا الدنيا تبوظ. إذن الرسالة أحبائي، احذروا من التأثر الزائد بفكر العالم. ولادنا بيتلخبطوا لما يفتحوا بقى الفيسبوك براحتهم، يقعدوا ينقلوا أفكار وآراء، والحياة كل الكلام ده بيلخبطهم. احذروا من إهمال التعليم المسيحي في البيوت. قصة كنيسة روسيا، مع احترامنا يعني ليهم واللي بيعملوه، إنما كنيسة روسيا فيها قصة مهمة جداً. 70 سنة الشيوعية داخلة بتجزر. على فكرة في ريكورد غريب جدا قريته مرة، ان في 60,000 قسيس روسي اتقتلوا وقت زمن الشيوعية. ارقام غريبة. وحوالي 50 مليون شهيد ارثوذكسي في زمن الشيوعية. ايه اللي رجع المسيحية روسيا بعد ما كانت الشيوعية مصرة تبيد المسيحية من روسيا؟ يقولوا الجدات. الجدات في البيوت كانت المدرسة تقول ما فيش ربنا، يرجعوا يولعوا شمعة بالعيال ويصلوا للعدرة ويسجدوا ويقولوا بالحقيقة نؤمن، والمدرسة تقول زي ما تقول، ويبقى الراجل راح شهيد مش مهم، والجدات مكملة. ده اللي رجع البلاد الضخمة دي للمسيح تاني. إذن التعليم في البيت هو اللي بيحمي البيت. اللي مركز قوي في تعليم عياله متخافش عليه. احذروا من إهمال التعليم العقيدي والسلوكي في الكنيسة. أحيانا نبقى بنقول تأملات بس، بنقول كلام روحاني كده وخلاص. لازم نراجع الإيمان، العقيدة كل شوية، زي ما عملت معاكم امبارح مثلا سيشن السبع أسرار. النهاردة عملت حكاية الصليب والقيامة. ليه؟ انت لازم تراجع ايمانك، مش بس مجرد افكار روحيه. العقيده مهم، واللي يطلع منها السلوك يتعمل ايه وما يتعملش ايه، ده صح وده غلط، وما ينفعش ان احنا نسكت على الحاجات. احذروا من الانشغال الزياده في الكنائس بالمباني، بالانشطه، بالشكل، بالاكل والشرب في الكنائس. يعني ساعات الكنائس تتفنن في المطبخ. مطبخ الكنيسة دي ولا مطبخ الكنيسة دي؟ الحقيقة مطبخ ايه بقى؟ مش رسالتنا خالص. كويس ان احنا نلاقي لقمة ناكلها، بس مش ده خالص الهدف الاساس. اذا خلونا نخاف من الجملة اللي قالها الكتاب، جيل
آخر لم يعرف الرب. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. هناخد بريك 3/4 ساعة لللانش أور، مش كده؟ هنخلي